الله تعالى وبركاته. معك معز الكيلو رابور الجيريان. فوالا، هذه لا فيديو درتها ميساج لوزير العدل، رساله الى وزير العدل، وان شاء الله نلقى رد منه هو شخصيا. يا سي الوزير، انا ارتيست، انا فنان، وقفت مع البلاد في محنه كبيره، وقفت معاها كما نقولوا، خليت الناس يقولوا عليا شياد، خليت الناس يقولوا عليا تاع دوله، خليت الناس يقولوا عطاوها سوارد، واحد يقول لي سلال عطاك سوارد، واحد يقول لي سعيد عطاك سوارد، واحد يقول لك ما عطاوك سوارد، الوغ كو انا والله العلي العظيم وقفت على قناعه، لاني انسان نحب البلاد ونحب الاعلام، فهمت، نحب الاعلام والحمد لله الناس تعرفني. مانتونو حاب نسقسي برك، حبيت نسالك، حنا نعرفوا العداله، ونعرفوا باللي بلادنا فيها عداله، ونعرفوا باللي العداله هو العدل، هو واحد كي يسرق يدخل الحبس، واحد كي يقتل يدخل الحبس، واحد كي يتعدى على انسان يدخل الحبس، توسكي ايليغال يدخل الحبس. بصح سيدي الوزير، واحد ما دار والو، واحد الى غيان في دونسا ما دار حد شي، طفل صغير 21 نو جبدوه في افير ما عنده فيها حتى دخل، حاب نفهم ولا تعطيوه 5 سنين. هذا خويا سيد الوزير، خويا الصغير يخدم معايا في حانوت، ما خصو والو الحمد لله، يعني عايش ترونكيل، الصور ديما في جيبو، عاقل، طفل حنين جونتي، يحب لا ميوزيك، يحب السبور، يحب الناس الكل تشهد عليه في عنابة، تشهد عليه انه انسان متربي وانسان عاقل. جبدوه في افير ما عنده حتى دخل، وما عنده حتى شوف علاقة في الافير اللي جبدوه فيها هذه، عطاوه 5 سنين سيدي الوزير، فهموني ولا تمدوا لخويا 5 سنين. اسكو هي مؤامرة داروها لي انا ويخلصها خويا، داروا لي مؤامرة سيدي الوزير، باسكو انا وقفت معاكم وقفت مع الدولة وقفت مع الاعلام، يروح خويا يخلصها. حاب نفهم حاجة واحدة برك، ميساج للجوج هذي اللي حكمت عليه، خويا اسكو لقيتي دليل قاطع ولا دليل صغير، يعني ان جرام ان جرام اللي تبين لك باللي خويا في لافير هذيا، الوغ كو الطفل اللي حكمتوه معاه واش كي قلت له واش تطلب؟ قال لك الطفل هذاك وخاطي يخرج، هذاك واش نطلب؟ ما حبش يطلب البراءه باسكو عم باله باللي هو اللي دار لافير. قال لك الطفل هذاك يخرج من الحبس باسكو ما عنده حتى علاقه بالحبس. تروحي تحكم عليه 5 سنين. فهموني برك. فهموني كيف تحبونا نديروا فيكم كونفيونس وحبوكم ونحبوا البلاد وتحبونا نديروا فهمونا كيفاه؟ حابين تهبلونا؟